يعطيكم العافية يا شباب. صحيح اليوم احنا يعطيك ناخذ موضوع جديد، رح ناخذ فقط عن تطبيقات على محاضرة الدرج اللي مرة أعطينا لكم إياها. صحيح لأنه موضوع الدرج مهم جدا، تعرف التطبيقات. هلأ يفترض أنكم تكونوا تعرفوا التصميم، لكن في بعض التطبيقات اللي ممكن أنه إحنا نستخدم مبادئ التصميم في حل بعض المشاكل اللي ممكن إحنا تواجهنا. خلينا نفترض أنه إحنا في عنا سقف معين، هذا السقف أنا بحب أرسم بـ 3 Dimension على أساس أنه يعني هي طريقة الرسم معبرة وتنقل الفكرة بشكل مرضي للطالب. هلأ أنا في عندي كمان طابق تحت، هاي أرضية وهاي أرضية كمان. هاي منسوب وهي منسوب، متخيلين المنظر؟ خلينا نقول هون زي يعني لو بدنا نكمل المنظر عشان تستوعبوا أكثر بالشكل هذا. طبعا يفترض انه بعض أجزاء تكون منقطة بس عشان صعوبة الرسم، أو احنا بنقدر نعمل شغلة ثانية انه نقيم هاي ونقيم هاي ونقيم هاي ونرسم محلهم بدل ما اللي هو مخفي باللون الاصفر. هي واضح في يعني الفكرة واضحة للجميع. ألو يعطيك. هلا الكل فاهم الفكرة هاي. هلا أنا بدي أنزل، لو إجيت أنا بدي أرسم بلان التوب فيو لهذا البيت او الغرفه هاي اللي احنا رسمناها. هاي رسمنا هذا التوب فيو. هلا المطلوب انه انا خلينا نفترض انه هذا سطح وهذا سطح. هلا بدي اعمل درج بحيث انه يوصل من هذا المنسوب، من هذا الليفل للليفل التحتاني، للليفل التحتاني. هذا زي ما حكينا خلينا نسميه بلان. بلان. ولو اجيت بدي ارسم سكشن اللي هو هذا السكشن، بقدر ارسمه كمان هذا سكشن. يعني فرضنا الارتفاع هذا اللي هون
3 متر، يكون هذا الارتفاع هون 3 متر. هذا سكشن. يعني فرضنا هذا الضلع مثلا 5 متر، وهذا الضلع خلينا نقول 6 متر، بيكون هذا الضلع اللي هون 5 متر، وبيكون الضلع اللي هون 6 متر. متخيلين الوضع كيف؟ واضح. طيب هل احنا بدنا المطلوب صحيح؟ هاي كيس انه سبق انه انطلب مني انا احلها، طبعا مش بنفس الارقام وانما نفس الفكره، فحبيت انه اشارككم الافكار والخبرات هاي عشان تستفيدوا. هلا هون كان مسجد، الطابق الفوقاني هذا مسجد، والطابق التحتاني غرفة، أو يعني غرفة، فبدهم يضموا هذه الغرفة للمسجد الفوقاني لهون. هلا في درج هون خارجي كان، بس ما بدهم الدرج الخارجي، بدهم إنه يكون درج داخلي. فكان مطلوب إنه إحنا نعمل هون نحفر في هذا السقف هون، بحيث إنه ننزل درج، بس ما بدنا نحفر، بدنا نشوف لوين نحفر. يعني خلينا نقول انه احنا نستخدم لون كمان ثاني، بدنا نحفر هون، هذا هون، بحيث انه اي حدا يقدر يدخل من هون، هون في بسطة، ويدخل هون درج، هذا الدرج، ويجي هون. يعني بالضبط هاي هيك. بدنا نفترض انه انا في عندي هون نحاول نرسم بلون ثاني، نكمل على كل حال. هلا لو بدنا نيجي نستعمل نشوف كم درجه احنا بدنا نستعمل هون عشان نوصل من هذا المسوب لهذا المسوب، زي ما حكينا بدنا نفترض انه ارتفاع درج معين، خلينا نقول مثلا 17 سم، فعندها بنقول احنا في عندنا 300 سم، 300 تقسيم 17، فعندنا 300. على كل حال هو يعني بدنا نفترض اكبر شوي لانه ما فيش معنا مجال افق كتير، فبدنا نفترضها 18. ف 300 تقسيم 18 بتعطيني تقريبا 16 درجة و6 من عشرة تساوي 16 و7. انا بهيك حال بدي اخليها برضو ازيد الارتفاع شوي، بدي اقول انه احنا بدنا 17 ستيب، 17 ستيب ستيبس. هلا معناته الاكتوال هايت تساوي اللي هو 300
تقسيم 17 ويساوي 17.6 تقسيم 17 قديش؟ 17.64 بالضبط 17.6 طبعا هذا سنتيمتر مزبوط؟ هي كبيرة شوي بس عشان ما عندناش مجال أفقي it's okay. يعني احنا 17 درجة معناته احنا في عنا 16 نايمة يعني تريد قديش بدها تكون عنا 16 مزبوط 16 هلا هذا الكلام بعطيني المسافة الأفقية 16 لو ضربنا بدناش نقول 30 سنتي خليها 25 في 25 وقبل ما اشوف الجواب بدي اشوف هل تحقق المعادله ولا لا اللي 2h بلس b يساوي 62.64 هلا الهايت احنا عندنا 17.6 2h اللي هو 2 في 17.6 يساوي زائد 20.25 بتعطيني 60.2 بدي ازيدهم شوي بدل 25 خليهم 27 سنتي يعني بصير 62.2 يعني بيكون درج مريح 2h بلس b بيعطيني 62 تقريبا بتكون الدرج مريح بس بدي اشوف احنا 16 في 27 16 ضرب 20 27 يساوي 432 هلا المسافة هون هاي المسافة 6 متر لو بدي احط بسطة من هون متر وبسطة من الجهة الثانية متر بيروح مترين مترين و432 632 بيكون ناقص عندي انا قديش 32 سنتي ممكن انا احط البسطة هاي 85 وهي من الجهة الثانية 85 او بخلي هاي البسطة هون 90 فلجينا هون البسطة هاي 90 اذا في عندنا خلينا عشان نكمل هون 16 في 27 16 ضرب 20 27 432 سنتي 432 سنتي مزبوط معناته لو انا اعتبرت البسطة اول واحدة 90 او خلينا نقول 80 85 زائد المسافة الأفقية للدرجة 432 زائد نشوف قديش 80 85 زائد 430 32 يساوي ناقص 600 ل 600 سنتي ل 6 متر بيكون عندي أنا 83 معناته لو خليت هاي 80 84 وهاي ممكن تكون 84 على أساس إنه البسطتين يكون متماثلة هلا المجموعة قديش؟ 6 متر 6 متر بيكون يعني الديزاين مبدئيا كويس بس السؤال شباب لغاية هون الموجودين كل شيء واضح؟ واضح دكتور واضح يعني لو سألنا عبد الرحمن عيسوي واضح الوضع هيك؟ عبد الرحمن عرين بشارات واضح دكتور بس يعني لازم الفتحة تكون على طول يعني الفتحة اللي بدك تفتحها بالسقف لازم تكون على طول يعني هاي؟ ما هو هذا السؤال اللي أنا بدي أسأله قديش نفتح هاي الفتحة؟ مش شرط على طولها بدنا السؤال بدنا السؤال هو قديش أقصر فتحة ممكن تكون السؤال إيش أقصر فتحة لهذا السقف ممكن تكون مش المفروض مسافة التريد 432 لا هو كده ب H نزيد H ونقول ال B
استني شوي دياب لأنه أنا بدي بس أزيد الصوت. أتفضلي عرين. عرين بشارات. منزيد اتش ونقلل بي على أساس إنه يقلل. لا لا هلا كديزاين اتش وبي اتس اوكي، بس السؤال السؤال أنا اللي بدي أسأله هاي عشان تكون واضحين، بدي هاي المسافة من هون أقصر مسافة ممكن إنه إحنا نحفرها هون. مين بيقول لي شو المبدأ؟ عرين قولي لي بس أنت شو المبدأ اللي أنا بدي أختار بحيث إنه تكون هاي المسافة اللي خليني أسميها L. L as minimum as possible. هاي L. بدي L هاي أقصر مسافة. على إيش تعتمد؟ تعتمد على ارتفاع الدرجة وعرضها. يعني مزبوط هاو بتعتمد على ارتفاع عرضها، بس في عامل مهم جدا جدا جدا. انحدار الدرج. انحدار الدرج لا خلصناه. انحدار الدرج هو مايل شوي بس مريح، يعني الى حد ما مريح. على 2H بلس B تعطيك 62 اتس اوكي. بس السؤال قد ايه يعني كيف بدي انا احدد المسافة L؟ ممكن مثلا اعمل شحطين. لا لا انا بدي اعمل شحط واحد. وفحصت انه شحط واحد بزبط. بيكون في انا عندي بسطة 84 من هون و 84 من هون، اتس اوكي ماشي الحال. ممكن عدد التريد ضرب مسافتهم؟ لا بدي حدا يقول لي البوينت اللي انا بدي اياها، بدي يحدد لي النقطة اللي انا بدي اسمعها منكم. على ايش بيعتمد طول اللينث L؟ يلا فكروا. مهندس شعبان اكيد بيعرف. دكتور اكيد بتعرف يعني ممكن، لان انا بتذكر حكيت لكم اياها من زمان. حكيت لنا اياها. ذاكرها. تفضل. دكتور بتعتمد على طول الشخص اللي بدي ينزل. بالضبط بتعتمد على طول الشخص. فلنفرض انه الشخص معدل المتوسط مثلا، او خلينا نقول الشخص يعني متر 80، فانا بدي اشوف المتر 80 هاي المسافه هاي المسافه بدي افترضها انا متر 80. فالمتر 80 هاي كم ارتفاع؟ فانا باجي شو بعمل؟ بقول 180 تقسيم ارتفاع الدرجه. ارتفاعها 17.6 17.6 180 تقسيم 17.6. والله ما شاء الله عندك مهندس شعبان، بتعطينا 10 ارتفاعات. علين دكتور. الله يسعدك يا رب. 10.2. هلا بدل ما اعملها 10.2 بخليهم بحبحة، بجوز ينزل واحد مثلا 181، فبخليهم 11 ارتفاع. هلا ال 11 ارتفاع هدول رايز، مزبوط 11 رايز. على 11 رايز بتعطينا 10 تريد. 10 تريد مظبوط. على 10 تريد بضربهم في 25 سنتي بتعطيني 270. فاذا انا عملت الفتحه هاي 270، اذا بهيك حاله ال تساوي 270 سم.
إذن عشان نمثلها على الواقع، أنا بدي أنا أنزل 11 ارتفاع. هاي ارتفاع، هاي 2 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6، بدنا نكمل هلأ 7. معلش لون ثاني، هاي 7 هاي 8 هاي 9 خلينا نمحي هذا، هاي 11. نعدهم مع بعض، 1 2 هاي 3 هاي 4 هاي 5 هاي 6 هاي 7 هاي 8 هاي 9 هاي 10، الصفات الاخرى واحده، هاي 11. واحدة، تنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، 8 هي 9 هي 10 هي 11. هلا هون بالضبط هون راح يتم الحفر. هلا هون الحفر راح يتم بهاي الناحية هون، هذا السقف اللي انا بدي احفره. لاحظوا معي، إذا احنا قلنا 11 ارتفاع معناته كم نايمة احنا عندنا، نعدهم هم 10، نعرف انه 10 بس نعدهم، هي 1 2 هي 3 هي 4 هي 5 هي 6 هي 7 هي 8 هي 9 هي 10. 10 نايمات، إذا هاي لاحظوا انه احنا عندنا نحط الارتفاعات، الارتفاع من هون لهون قديش حكينا عنها، هاي قد الارتفاع 180، قديش بيطلعوا؟ 180 او اكثر شوي. احنا حكينا 11 ارتفاع. 11 ضرب 17.6 193.6. اذا هاي 193.6. قيمة L قديش يعني قيمة L هاي؟ 270. 270 سنتي. طبعا العرض هذا يعني انا قديش تقترحوا هذا العرض؟ يعني لشخصين، شخص طالع وشخص نازل تقريبا، ممكن اقل شيء، اقل شيء 60 منها 60 سم 60 صغار يعني يا دوب واحد، يعني واحد يعني واحد ناصح بيسكر ال 60 سم، يعني قلنا 80 سم ماشي حال، 80 منيح، 80 متر يعني من 80 لمتر.
بهيك حالة احنا لاحظوا مش زي ما حكت عارين اول مرة انه احنا بدنا نحفر طول L، لا بهيك حالة هذا يعني لو بدي انا اكمل الديزاين كامل بقدر احصل من هون لهون قديش هاي انا حكيت عنها 84 طيب قديش هاي المسافة بتتم البقية احسبوا لي اياها شوف المسافة هاي 246 ناقص 270 ناقص 80 84 اللي هي 246 صح. هذا السؤال انا جبته بالفاينل الفصل اللي مضى انه اعطيتهم الارتفاع هذا وقلت لهم بدنا ننزل من منسوب لمنسوب واحسبوا لي minimum length that should be excavated through the ceiling. صعب هذا السؤال عارين؟ ايه يعني لو ما حكيت لنا انه بيعتمد على طول الشخص ما بنعرف صعب. طيب لا كحل كيف كحل سهل بس يعني هي بس الواحد انا الصحيح لما بجيب هيك اسئلة حتى لو ما كنتش حاكي فكرتهم في البداية بدي على اساس انه الطالب يعني يفكر يعني حتى في الامتحان يفكر عشان لما مستقبلا يعرف الجواب بيكون عمره ما نسي هاي الفكرة. الياس بريك. دكتور. واضح هاي الفكرة؟ واضحة دكتور. بس هي بالأخير اللي بتعتمد دائما على عدد التريد ومسافتهم، بس احنا نعرف قد ايه مسافتهم والعدد حسب الشخص، يعني هاي الفكرة. يعني هيك توقعت. صحيح. مبين شو بشتغل عندكم؟ شباب؟ لا دكتور. لا بعد الوايت بورد. كيف؟ بعد رسمة الدرج اللي كانت. لأنه أنا نسختها عشان نشرح بدل ما أجيب بكرة أغلب حالي مرة ثانية. نشرح نفس الفكرة لشعبة بكرة وبعد بكرة إن شاء الله. ماشي شباب، حد عنده أي سؤال أي استفسار أي تساؤل؟ حد مش فاهم؟ حد مش مقتنع؟ طبعا لو بدي أنا أرسم التوب فيو هون برسم هون خطوط، انتوا عارفين هذا الكلام. التوب فيو برسم هون خطوط، وكم خط برسم؟ برسم بعدد الارتفاعات، وهي السكشن. فبيكون هون رسمة البلان خطوط والسكشن اللي هو درج بهالشكل هذا. طبعا لازم اكمل هذا الكلام ينزل لهون بحيث انه يبقى في الاخير 84 سنتي. حد عنده أي سؤال؟ ننقل الميكروفون لمهندس شعبان، تفضل. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك يا رب. يعطيكم العافية. عافية.
طيب قبل ما نبلش بس حبيت أذكركم إنه اليوم تسليم الرسمي الثالثة على الساعة 12 بخلص عندكم، فاللي لسه مش راسم مع مجال. وغير هيك بخصوص الرسمي الثانية، آرين تفضلي. اللي ما بزبط معه الخط لو انقطع عادي صح؟ يعني مش مشكلة. مهندس شعبان تفضل دكتور. لو تطلع الرسمة لفوق شوية، ثمانية تطلع لفوق شوي، بس بدي أنا يبينوا الأربع درجات اللي من تحت. أيوة بس هاي لاحظوا هاي يعني بتأيد الفكرة اللي مرة أنا حكيتها على أساس إنه البسطة اللي بده يدخل منها أي شخص. أيوة بالضبط، شوف كيف إحنا عملنا ارتفاع 2 3 4 5، خمس ارتفاعات، وهي مكتوب 5 × 17 × 30. فهون عندنا المنسوب الأول 5 × 17. تفضل دكتور. المنسوب الأول اللي هو 5 × 17 قديش؟ 17 × 5 اللي هو 85. هاي مكتوب هون ناقص 85 عن الزيرو زيرو. أيوة. وفي عندنا فوق كمان 10 درجات، 10 × 17 170. ف170 85 زائد 170 بيطلع عندي 255. 255 العقدة تقريبا هذا الصفر كان. ايوه هذا الصفر، فالعقدة مع الدرج كانت بحدود شكلها 30 سنتي. العقدة فوق اللي عند البسطة فوق وين 225 وين ارتفاع اللي هي 10 سنتي. لا لا، المدخل اللي على الشارع اللي على شمالك. عفوا. ايوه صحيح. هلا هون بيطلع لنا احنا 255 ناقص 30 سنتي 225. ايوه هي هاي. مين بس حبيت انا اول لانه تذكرت الفكره اللي انا مره حكيتها. هي نفس الفكره دكتور، انه بعمل درجات بعدين بكمل. ايوه بالضبط. هي هاي. يعطيك العافيه، تفضل. الله يعافيك. تمام، فاليوم بخلص تسليم الرسم الثالثه. وبخصوص الرسم الثاني، العلامات نزلت امبارح على الموديل، فاللي بده يراجع يا اما يحكي معي يعني يتواصل معي فيس او على الموديل، او يجي عند الاربعاء والخميس بكون موجود في الجامعه، ده اللي بده يراجع. هسه بخصوص الرسم الجديده، الرسم الجديد راح تكون هي عباره عن السكشن زي ما انتم شايفين. هنا ماخذين سكشن على بلان معين، يعني على بيت معين. وفي العادة هم في أي مشروع بأخذوا سكشنين مش سكشن واحد. سكشن دائما بمر في بيت الدرج، وسكشن ثاني هيك بكون عشوائي بالاتجاه الثاني. يعني لو أورجيكم البلان، إذا جينا هين يعني في العادة باخده هيك سيكشن هيك بيمشي عبيت الدرج، هيك خط بيمشي سيكشن على العرض البيت كامل، وسيكشن ثاني بالاتجاه الثاني مثلا هيك. يعني الثاني يعني عشوائي بيجي مثلا من نشبة الدرج مثلا هين بيجي هيك. فبالعادة لأي مشروع بكون عندي سكشنين. هسا احنا رح نرسم سكشن واحد اللي هو تبع بيت الدرج اللي زي في الصورة هذا. يعني احنا رح نرسم هذا السكشن اللي بالواي. بس في صورة بدي اورجيكم اياها للبلان اللي راح نرسم له السكشن.
عندنا هي هذا البلان، اذا بتلاحظوا هذا السكشن اللي اسمه AA بجزء مش مبين هو، ثواني لاحظوا في عندي سكشن هي اسمه A وفي خط متقطع ماشي على طول البنايه، واذا بتلاحظوا مارك في البيت الدرج اللي راح نرسمه هسه. حسين عشان ما تغلبوا حالكم تصيروا يعني تدققوا في الصوره، رسمت لكم كمان يعني على البي دي اف مخطط بيت الدرج لانه هو المعنيين فيه. يعني السكشن هيك هو هين عندنا هيك هيك مثلا هي A A. فانا عندي بيت الدرج اذا بتلاحظوا على السكشن الاول او نحكي يعني على البلان الاول تبع الطابق الارضي بكون عرضه كم عندي 4.8 وعرضه 4.8 والعرض الثاني خلينا نقول 2.6 وهي المسافات جوا. هسه لما نطلع الطابق الثاني هذا الخط المتقطع اللي كان متقطع اللي كان فوق السكشن راح يبين عندي، يعني بيت الدرج عرضه في الطابق الارضي بيختلف عن الطابق الثاني. يعني لاحظوا كيف في يعني هنا زاد فوق زاد عن تحت هيك معناتها. طيب هاي الزيادة كم؟ يعني إذا بتحسبوا الفرقية يعني هاي الفرقية بالزيادة اللي هي هي بتطلع نص متر، يعني لاحظوا كان هنا نص متر صار متر. فعنا هنا بالطابق الثاني بصير عندنا العرض ببيت الدرج 5.3 وهذا العرض بيختلف ايش اللي هو 2.6 يعني زي ما هو ما راح يختلف. هسا خلينا شوي نركز في شغلة الخطوط المتقطعة. خلينا نرجع على السكشن. لاحظوا في الطابق الارضي هي مثلا هنا عندنا الارض الطبيعيه هنا في زي بسطه ارتفاع 15 سم عشان هيك صارت من سالب 1 و15 سالب 1 فرقيه 15 سم. بعديها بنيجي بندخل على الدار. هسه الدار منسوب عن البسطه برضه 15 سم يعني هي منسوب البلاط هذا اللي فوق الابيض 5 سالب 85. هسه هنا اذا بتحضر لما ندخل فرضا اخذ السكشن هيك هو كان، خلينا نفرض انه هيك كان ماخذ السكشن تبع البلان، احنا بنحكي عن السكشن البلان يعني بكون افقي. هذا الدرج راح يبين عندي طبيعي الخمس درجات هذول اللي هين، وهذول الاخرى راح يبينوا عندي طبيعي. هذا شو راح يبينوا عندي؟ متقطع، وهذا شو راح يبينوا عندي؟ متقطع صح؟ لان فوق السكشن. فاذا بتلاحظوا اول ما دخل في عندي خطوط متقطعه اللي هن انا هذول تمام، هذول خطوط متقطعه. هسه بمجرد ما يوصل عند الخمسه هذول شو صار عندي؟ الخطوط متواصله لان هذول الخمس درجات الاولانيات. بيجي على بسطه متر و20 اللي هي هاي، هذه متر و20 هاي البسطه عفوا اللي هي هاي 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 البسطه عندي متر و20. بعدها بيطلع هيك عندي هذول ببينوا طبيعي وهذول شو ببينوا؟ متقطع. فهين هذول طبيعي وهذول متقطع وهي اتجاه الحركه. بعدها بنيجي للطابق الثاني. هسه الطابق الثاني فرضا السكشن هيك اخذه هيك هيك، هذا مش عفوا مش السكشن البلان، يعني البلان للدرج اخذه عند هذا القطع. وقتها شو راح يبين؟ راح يبين عندي جميع الدرجات طبيعي صح؟ يعني مش راح يكون عندي خطوط متقطعة. فهيو كله طبيعي. هذه المتر هاي البسطة المتر اللي هي هاي اللي هي البسطة الثانية اللي بتيجي بين بين الطابق الأول والثاني أو الأرضي والأول اللي هي هاي متر. وهذه اللي هي بتطلع على السطح، يعني إذا بتلاحظوا في باب بس يوصل يعني الشخص هين بيطلع على السطح من هين من الباب. هذه البسطة هيها متر وعشرين وهي هذا الباب بيطلع للسطح. فأنا رسمت لكم بلانات للبيت الدرج عشان الصورة مرات يعني مش راح تلاحظوا كيف شو المتقطع، يعني مش مبين كثير، فرسمت لكم إياها. يعني أقول معكم إنه هاي الرسمة بس راح يغلبكم هذا الحكي اللي في بيت الدرج، هنا فيش إشي فيه. وفي شغلة ثانية قبل ما نبلش رسم، هسا الأصل السكشن كات زي هو مبين في الصورة هاي خلينا صغيرها ماشي على عرض على العرض كامل للمشروع كله، يعني هذه ال 18.3 كامله مبينه عندي
لحظة، هاي السكشن كات من هين لهين، يعني على 18 و3 كاملة كلها هاي. بس احنا بنشرح في تفصيل، يعني اذا بتلاحظوا اذا بنرسم سكشن كات للتفاصيل راح يصير باين عندنا بارتيشنز، يعني راح نبينهن الابواب. هنا في عندي فتحات راح يبينوا على السكشن كات. فاحنا هذا كله بدنا نتجاهله. فلاحظ شو عامل هين، عامل زي إشارة قد إنه يعني هنا يتبع، إنه يعني مش مهم. فأنا عشان يعني ما يأخذ منكم وقت كثير، ولأنها أصلاً رسمة معمارية يعني مش نتعمق كثير، إحنا بس بدنا نهتم في بيت الدرج. فهذا شو معناه؟ إنه إحنا راح نرسم لبيت الدرج هنا، يعني ما نهتم، بس نوصل لعند غرفة التدريس شايفينها، بس نرسم البارتشين تبعها، عفواً هذا البارتشين والجدار الخارجي تبعها بس. أما هنا راح نفشك عنه، هذا كله مش راح نرسمه، هاي التفاصيل كلها، يعني هذا الجدار مش راح نبينه، هذه الكسرة في الجدار مش راح نبينها، تمام؟ زي ما هم مبين هنا، إذا بتلاحظوا بس هالباب راسمه، طبعا هذا الباب وين هو؟ خلينا نرجع، هاي عندي بيت الدرج، بعدين عندي هذا الباب، اللي هو وينه؟ اللي هو هذا. لاحظوا السكشن كات الأسهم لهين، لليمين، معناته أنا راح أشوف هذا الإشي، لما أعمل سكشن، اللي راح أشوفه على اليمين، لأنه السكشن على اليمين. فعندنا الباب اللي راسمه هين، هيو هذا. بعدين إذا بتلاحظوا هين في عندي هذا الخط، طبعا هاي غرفة التدريس، هسه هاي هنا هاي غرفة التدريس، في عندي هذا الخط شو يمثل؟ خلينا نكبركم. هذا الخط اللي هو يمثل الحز تبع الباب. لاحظ هاي السكشن، انا لما اطلع هيك بدي اشوف هذا الحز اللي عرضه 10 متر، عفوا 10 سنتي، اللي هو هذا. وبعدين شوف عندي البارتيشنز الخارجيه اللي هو الطوب، فهيهن هي هذا الباب، حز الباب، وهذا شو البارتيشن. طبعا هنا الاصل لسه في تفاصيل كثيره، هين في تفاصيل كثيره بس بدناش نتعمق كثير. تمام، خلينا احسن نرسم، نروح نعرف الوحدة اللي عندنا. الدقة بنحط 2 والوحدة مترز. طيب خلينا هسا أول شيء في إيش نبلش؟ خليني أعرضكم الشاشتين أنا زي كل مرة أحسن عشان نرسم بسرعة. خلينا هيك. أول شيء في عنا منسوب الأرض الطبيعي سالب 1.15، خلينا نرسم خط هيك صغير. يعني لو حطينا متر مش مشكلة. بس بنيجي هاي البسطة، إذا بتلاحظوا هين وهين، هذه وهذه البسطة اللي بتيجي على داير المبنى اللي سماكتها 15. وقديش عرضها كنا متر، تبعد دائما عن الجدار متر، تمام؟ اللي هي البسطة. فأنا باجي بعمل بسطة سماكتها 15 هنا متر، تمام. هسه بنيجي، هسه احنا هين صرنا عند البسطه. هسه منسوب الفينش فلور ليفل لهذا بيت الدرج اللي هو هذا، قديش بيفرق عن البسطه؟ 15 سنتي، يعني بيطلع زياده عن البسطه 15 سنتي. فانا اذا باجي مثلا برسم خط هيك، هذا بعدين بنيجي له، وبنرسم خط هيك، نيجي نعمل اوفسيت، ها
هذا اللي هو المنسوب هذا الخط 85. هسه اذا بتلاحظوا البسطه الارض تبعتها مكونه من طبقتين، باطون مسلح سماكته 15 هيها اللي هو الباطون المسلح، وفي عندي هذه الطبقه اللي ملهاش لون لونها ابيض هي فوق الباطون سماكتها 10 سم. هسه هي الطبقه هي عباره عن شو؟ اللي هي سماكه الباط الجرافل، مرات بحطه رمل او بحطه زي جرافل نوع من التراب، مرات حتى بحطه كونكريت بدون حديد يعني بلين كونكريت، اجريجيت حصمه يعني هاي مع البلاط ومع كل شيء بتيجي 10 سم. طبعا هذا حسب التصميم، يعني حسب التصميم بتيجي هاي السماكه. فانا عندي اذا ارضيه بيت الدرج مكون من طبقتين 10 سم اللي حكينا عنهم هذول زي البلاط والجرافل واجريجيت، و15 سم بطون مسلح. فانا باجي بعمل اوفسيت هنا على السريع، اوفسيت هي 10 سم اوفسيت 15 تمام. هسه نيجي نرسم هذا العرض عشان نرسم عليه بيت الدرج كل شيء. قديش عندنا عرض بيت الدرج في الطابق الارضي حكينا؟ اذا بنرجع هين هيو عرضه كامل 84 من برا لبرا، والسماكة الجدار طبعا طوب. هنا عندنا هنا جدار بيت الدرج طوب 20 سم. فانا اذا بدي اجي ارسم بعمل اوفسيت، اوفسيت 20 سم، بعدين عندي نص متر. هسه بنيجي للمسافه اللي جوا، عندنا نص متر 2.7، هتمحي لكم هذا الخط، عندنا نص متر واثنين وسبعة وواحد واثنين، قديش بيطلعوا؟ لو نجمعهم بيطلع معنا 4.4 اللي هي المسافة الداخلية لبيت الدرج. فبعمل اوفسيت أربعة وأربعة، آخر اوفسيت اللي هو السماكة 20 سم اللي هي هاي. هنا بنعمل ترم. تمام. هسه هي هذا الجدار وهذا الجدار هيهم، وهذا وهذا. هسه بنيجي للدرج، هسه بدنا نيجي للدرج، بدنا نيجي للشغل. هسه عندنا هنا في عندي بسطه، هذه البسطه قديش عرضها؟ كيف ممكن نستنتجها من رسمه البلان؟ عرضها عباره عن النص متر وهذول الداش لانهم هذول فوق موجودات. فأنا عندي العرض لأول درجة اللي هي هذه الخط المتواصل كم؟ نص متر زائد عدد التريد في 30، صح؟ اللي هي العرض الفاضي هذا. فأنا باجي بحكي نص متر زائد، هي عندي كم تريد؟ 1 2 3 4 5، خمسة، وعندنا عرض التريد ال 31 سنتي، فبطلع معي مترين. يعني هاي المسافة هاي هاي المسافة من هين لهين اللي هي البسطة الفاضية هاي مترين تطلع. فأنا هين باجي بعمل أوفسيت، باجي بعمل أوفسيت 2 متر. هسا انا وين موجود؟ هين على اول الدرجه. هسا بنيجي نرسم الدرجه، الدرجه بقولنا هنا عندنا خمس درجات، رايزر 17 وتريد 30. تمام؟ هي 17 وهي تريد 30. وهنا اذا بتلاحظوا في عندي زي انف
أنف للدرج بسموه هذا، اللي هو البروز اللي طالع عن الرايزر من التريد، هذا بسموه أنف الدرج. بالعادي أبعاده مربع 3 سنتي في 3 سنتي، يعني هيك 3 سنتي هيك 3 سنتي 3 سنتي. هذا الخط لو نشيله خلاص ما بلزمنا. هاي تريم هسا أنا عندي كم درجة؟ 5. فبروح بعمل كوبي هاي 2 3 4 5. هسا قديش لازم تكون هذه البسطة حكينا اللي هي بتودي اللي بتودي للطابق الأرضي؟ نرجع للبلان. متر متر وعشرين. هاي تمام متر وعشرين، نتأكد منها. طبعا انتم بتعرفوا انه اخر درجه ما هو عرضها بيجي مع عرض البسطه، خلينا نشيلها، خلينا نتاكد هل المسافه عندنا متر وعشرين. نيجي نقيس، لاحظوا من وين قست، من هين، او خلينا نرسم خط مش مشكله، هو نفس الشيء عشان الدايمنشن عندنا كبير. كم بيطلع؟ متر وعشرين. معناته حلنا صح، يعني هاي المسافه مترين صح. بما انه هاي المترين صح، اذا هنا هيدا صح اللي هي متر وعشرين، هي اللي في البي دي اف. تمام، هسا احنا موجودين هين. هسا بدنا نطلع على الطابق الثاني. عندنا هنا شو بكون السكشن؟ 10 درجات بنفس الابعاد 17 في 30. بس قبل ما نرسم السكشن خلينا نحط السماكه هاي اللي عندنا. نيجي بنقول عندنا هنا اوفسيت 10 سنتي، وعندنا كمان اوفسيت اللي هو الباطون المسلح 15. هنا بنعمل تريم للدرج. عفوا لسه في شغله نسينا نعملها. قبل ما نعمل تريم، اذا بتلاحظوا هنا في عندي شو؟ عندي زي سماكه للدرج. يعني بتقدر تحكوا هاي سماكه بلاط الدرج نفسه. هيو اورجيكم اياه. لاحظوا كيف الدرج له سماكه. هاي السماكه زي ما اخذتوها في الماده 3 سم في العادي. يعني هي السماكه هاي بالعاده 3 سم، هي سماكه البلاط الدرج نفسه. فأنا باجي بعمل اوفسيت 3 سنتي. هي وبعمل له كوبي. هسا في شغله، اذا بتلاحظ اذا بعمل كوبي وهي هيك، شوفوا لما اجي اعمل كوبي مثلا في هنا لازم هذول يتصلوا. هسا ممكن تعمل كوبي بعدين تعمل فيلت، يعني تعمل فيلت لهذا الخط وهذا الخط وتوصلهم. بس انت بدل ما تغلب حالك ممكن هذا اللي بدك تعمله كوبي من الاصل، شو تروح تعمل فيه؟ تعمل له امتداد 3 سنتي وعرض 3 سنتي، بعدين بتعمل كوبي. بختار ريفرنس بوينت اللي هو حفت الدرج من تحت، حفت الرايزر، وبمشي. لاحظوا كيف بوصل مباشره. هسه هنا بنعمل تريم. هنا مثلا نروح نعمل تريم، هذا بنحذفه، وهذول رسمناها اول شيء بنحذفها. هسه في شغله ثانيه، اذا بتلاحظوا الشاحط تبع الدرج له سماكه، يعني هو بنصب بطون مسلح، بكون بسلحوه يعني بطابروه بحطوا له حديد بعدين بصبوه بطون. هسه هاي السماكه في التصميم 15 سم، يعني هاي السماكه اذا بدك تاخذ المسافه العموديه هاي المسافه، أنا طلعت كثير، هيو اللي هي هاي المسافة. لو ناخذ هيك خط يمشي على لاحظوا هاي خط بيمشي على مماس على الدرج، تخيلوه مستقيم مماس على الدرج. هاي المسافة 15 سنتي. هاي حسب بقولكم على الأوتوكاد، يعني لو أنا أخذ مماس هيك، خلينا نقول من هين، لاحظوا اخترت هاي النقطة لهين، نعمل له أوفسيت 15 سنتي. هذه بسموها سترينجر اللي هي سماكة الدرج نفسه، الشاحط نفسه عفوا، بسموها سترينجر.
اللي هي هاي. بس بعد ما ارسم هذا بنحذفه. بعدين شو بعمل؟ بعمل اكستند، بختار هذا بعمله اكستند، بس هنا شوفوا كيف عند القطع انا هذا الخط بوصله عند طبقه الباطون المسلح مش لعند الطبقه العشرة سنتي اللي هي البلاط، للباطون المسلح تحت. فانا هين هي واصله للباطون، وكمان بنزل هنا خط عشان يكون كله نفس الصبة. نيجي نعمل تريم. ايوه لاحظوا يعني هذا كله، هذا هذا لهين كله باطون مسلح. تمام. استمنيج للشاحط الثاني اللي بيطلع لنص للشاحط هذا اللي هو الاليفيشن تبعه متر سبعة. عندنا 10 درجات 17 في 30 اللي هو وين احنا بنحكي هسه، وين نحكي عن هذا الشيء. انا هسه هنا موجودين في المتر 20 بدنا نطلع لهين. نفس الشيء باجي شو برسم، هاي درج من هنا بنرسمه، هاي درج 17 في حكينا كم 30. عندنا هنا الآن اترم بدنا نعمل هنا 10، بنروح نعمل كوبي اثنين ثلاثة خمسة ستة تسعة عشرة، نتأكد واحد اثنين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة. طبعا أنا عديت الرايزر فهني عشرة لأن هدول. طيب هسا بنروح للطابق الثاني. بس احنا صرنا في هنا في البلان، هين قديش عندنا عرض البسطة؟ هي هسه رسمته هذا اللي هو هذا، قديش عندنا عرض البسطة؟ صارت متر. فأنا باجي هين بعمل عرض البسطة متر، هاي متر. فإذا بيت الدرج شو راح يصير فيه؟ من فوق توسع، فهذا بنعمل الترم. فبيت الدرج الجديد جداره ببلش من هين. إذا بتلاحظوا هي مبين في الرسمة إنه هذا كان متقطع لما كنا تحت، هسه لما طلعنا فوق بين عندي. يعني بطل متقطع. عشان هيك هذه زادت متر البسطة. وبعمل أوفست لبرا، طبعاً الأوفست هسه وين بدي أعمل برا ولا جوا؟ لبرا، لأن أنا هذه المتر هسه أوجدتها من جوا، فالأوفست 20 سم لبرا. لي سمكت الجدار. وهيك ممكن اعمل شو بعدين؟ يعني انا عندي هاي البسطة، اذا المقيسة بتطلع معي متر في الاصل. اللي هي من جوا. هيها متر. شايفينها متر. طبعا نيجي هين. كالعادة في الها في له طبقة البلاط البيضة 10 سنتي، وعندنا الشاحط نفسه أو البسطة هاي قديش سمكتها المرة؟ هنا على التصميم 20 سنتي، يعني هاي السماكة عندنا 20 سنتي، فعندنا 10 سنتي و20 سنتي. هاي أوفست كمان أوفست اللي هي 20 سنتي اللي هو الباطون المسلح. إذا طول هذا الجدار بده ينقص، فبنعمل ترم هنا راح يصير لتحت. نجي نعمل سماكة الجدار، عفوا سماكة الدرج أو سماكة البلاط تبع الدرج اللي هي 3 سنتي. ترم. ونفس الشيء بدي أعمل، بدي أمد خط 3 سنتي ب 3 سنتي عشان
لما اعمل كوبي يتصل لحاله مباشرة. بختار حفت الرايزر بصير اعمل كوبي. هذا بنحذفه. هسه بنيجي نعمل السترينج تبع الدرج او تبع الشاحط، السترينج اللي هو سماكته يعني. برضه 15 سنتي. نيجي نعمله هنا اكستند، نوصله هاي اكستند. وانا بنعمل له ترم. بما انه ما رضي يعمل ترم معناته مش واصل القطع، لازم يعمل اكستند. هسه هي مبين انها متصلات، بس هنا في لو تقرب كثير راح تلاحظ انه لا. فبدي اعمل اكستند. هسه الاصل يعمل ترم. فهي انا عندي الشاحط الثاني عرضه متر زي ما هو موجود في البلان، ايوه متر وعشر درجات هاي هنا على اليمين. شو بضل علينا هسه؟ اللي بودي للسطح. هسه بما انه نفس الشيء اذا بتلاحظوا 10 في 17 في 30 ممكن اعمل ميرور، يعني بس اعكس هذا الدرج اعكسه للجهه الثانيه، يعني بدل ما اعيد رسمه. فانا بعمل ميرور بحدد الدرجات مثلا هي ميرور، واعملها اول ما بدك يعني هي ميرور هيك، هي بتيجي هين ونعملها موف. نحددها تمام. هسه في شغله يعني هي شغله معماريه. هسه انو الدرج اللي عندي قريب من هذا السكشن، انو القريب عندي هذا الشاحط ولا هذا الشاحط القريب علي؟ وانا اطلع هاي البلان، انا اخذت السكشن هيك، راح يكون القريب علي اللي بيطلع للبسطه واحد ولا اللي بيطلع للسطح؟ افرض انه هيك السكشن عندي، يعني لو اخذ هيك السكشن عندنا احنا، هذا اللي بيطلع للبسطه اللي طولها متر، وهذا بيطلع للسطح اللي هو هذا. فانو الشاحط اللي عندي اقرب، هذا ولا هذا؟ اللي بيطلع للسطح 100%، اللي بيطلع للسطح. عشان هيك اللي بيطلع على السطح بده يغطي، بده يغطي اخر درجه للي بيطلع على البسطه، يعني هاي لازم تتغطى هسه. فشو بنعمل؟ هذا بنعملها اكستند اللي هو سترينجر تبع اللي بيطلع على السطح، هي عملت له اكستند، وبقص الدرجه اللي عندي هين، يعني هذا مش راح يبين عندي. بدي احذفه فريم. تمام، ونعمل اكستند، نختار هاي يعني هيك. شوفوا كيف اخر درجه للي بيطلع على البسطه متر اختفت، غطتها اللي هو درجات اللي بتطلع على السطح اللي هي هدول. طيب قديش لازم تكون عندنا البسطة؟ خلينا هين مثلا هذول، خلينا نعمل الاكستند عشان نبين المعنى. تمام،
هذه البسطة كديش لازم تكون؟ كديش عنا؟ متر، متر وعشرين اللي هي قبل السطح، متر وعشرين. لو نيجي نرسم هنا خط تطلع متر وعشرين، معناته أنا شغلي كله صح. هاي لاحظوا لعند الجدار. ونفس الشيء بنعمل أوفسيت. هسه هنا في شغلة برضه، هذا تصميم، يعني ليش هيك المهندس بده المعماري. هنا سماكة البلاط مع الرمل مع الأجريجيت أخمل من اللي استعملهن قبل. استعمل 15 سنتي، يعني هذه بدل 10 سنتي البيضة 15، تمام؟ هي عندنا 15، وعندنا سماكة سبط السقف 25، هيها 25. فأنا بعمل أوفسيت مرة 15 مرة 25. نرجع هين، تمام؟ هسه بضل علينا الصب تبعت سقف بيت الدرج، عندنا سماكتها 23 هيها، وبترتفع مترين و15 عن الارضيه البسطه هاي اللي هي هاي. فانا ممكن شو اعمل اوفسيت عشان اعمل لي الاليفيشنز، اوفسيت مترين 15 بطلع هيك، بعدين عنده اوفسيت اللي هو سماكة الصبت بيت البيت الدراج صبت السقف، عندنا كم؟ 23. فبعمل اوفسيت 23 والبرابيت 20 سنتي، البرابيت تبع بيت الدراج 20 سنتي. لاحظوا كيف لما يرسم للباطون المسلح الباطون بدخل، يعني الباطون بدخل على الطوب كسلابة، يعني كسقف بدخل. فأنا هنا برجع أنا عندي هاي الباطون، بعمل هنا تريم إنه يعني بدخل، أنا لازم نمد البرابيت للآخر والباطون برضه لازم نمده للآخر. هاي الباطون وهي البرابيت. شو كمان عندي في بيت الدرج؟ في عندي هنا شباك. هذا بتتذكروه لما رسمته الاليفيشنز، هذا اللي هو الشباكين المقوسات اللي جنب بعض اللي اعطيتكم اياها في النورث اذا بتتذكروها. هذا واحد منهم. هي ارتفاع متر واربعة. فإذا بدنا نيجي نرسمه، هذا رسم هنا خط مساعد، بطلع اليفيشن متر وخمسطاش، هي اوفسيت. بعدين كمان مرة اوفسيت اللي هو ارتفاع الشباك نفسه متر واربعة. بس بتلاحظ هنا زي عامل، يعني هذا شكل عشان يبين انه مثلا شباك، عامل زي، يعني لاحظوا كيف انا راح ارسم مثلا نفس كلاسيك. طبعا هسه ليش هيك؟ هو هيك المكتب. هسه في مكاتب ثانيه ممكن تعمل شكل ثاني للشباك، يعني مش ضروري يكون هيك اللي هو هذا الشكل. يعني هين مثلا نيجي بنعمل اوفسيت 2 بالعشرة وأوفست من هنا 2 بالعشرة. هذول طبعا لأن المستطيلات البيض إذا شايفينهم، هذا المستطيل الأبيض وهذا المستطيل الأبيض. وكمان عندي في المنتصف إذا بنعمل أوفست 7 بالعشرة، في عندي هنا أخرى مستطيل بعمل برضه نفس الشيء 2 بالعشرة. فأنا شو بروح بعمل؟
واحد 10 فوق وواحد بالعشرة تحت. بس هذا الفراغ بين البارتيشنز وأول خط 25. إذا باجي برسم خط هيك في النص، هي 25، واحد اثنين، وهنا واحد اثنين، هي تريم، وهنا بحذف خط مثلا على اليسار، هذا بحذفه وبحذف خط على اليمين، هيك بيطلع شكله اللي هو هذا. تمام، يعني انت بس بتعملوا اوفست، انتوا بتعملوا اوفست من السنتر، لما ترسموا خط السنتر اعملوا اوفست 25 مرتين يمين و25 مرتين يسار وبعدين تريم، بيطلع معكم هذا الشكل. هنا هذا طبعا شو تمثل هذه البروز، هذا البروز بيمثل الكوس اللي كان حوالين الشباك، راح يبين معي في القطع. بس اذا بتلاحظوا مش مهشر، مش مهشر لانه مش جاي عليه القطع. تمام، يعني هنا فيش تهشير لانه مش جاي عليه القطع. وهنا في عندي باطون مسلح اكيد، لانه في العاده بكون في لشبابيك عقده، ايش بسموه عقده، هذا بتمسك الشبابيك كلها. فهنا في عندي باطون مسلح والبروز زي ما اخذنا قبل 20 سنتي، فانا شو باجي بعمل؟ باجي بعمل اوفست 20 سنتي، والبروز عندي كم؟ برضه 20 سنتي. طبعا التهشير اخر شيء بنجي له، فهي الشباك. نفس الشيء الباب هذا، يعني هذا الباب نفس الشيء، هذا الباب اللي بيطلع على السطح زي ما انتم شايفين، بيطلع على السطح. ايوه بيطلع على السطح، في عندي باب. نفس الشيء الرسمه، يعني ما بيختلف عن الشباك. باجي لما نوصل خط بعمل اوفست، طبعا هسه ارتفاعه مترين و15، فانا باجي بعمل اوفست اول شيء هسه 20 اللي هو المستطيل اللي تحت، عفوا هيو 20، هذا بنحذفه، هذا بالغلط، وهي خط مساعد هين، مترين و15 على 2 قديش بتطلع؟ متر فاصل صفر 75. فباجي بعمل اوفست هيك بتطلع، لما تقسم مترين و15 على 2 هيك بتطلع. برضه هذا بعمل له اوفست 10 سم فوق و10 سم تحت. نرسم خط في النص واوفست 25، ثنتين على اليمين وثنتين على اليسار، بعدين بنعمل تريم. مثلا نحذف اللي على اليسار هين مثلا، هي بيطلع مع الباب هيك. نفس الشيء هذا الباب، يعني بديش اعيده، هي نفس الشيء. عندنا الارتفاع كله 200 225، بتعملوا نفس الشيء، يعني بيختلف شيء بالمره. تمام؟ هسه هيك احنا بيت الدرج يعني خلصنا. يعني اصعب شيء في هاي الرسمه خلصنا. اللي ضل شيء سهل يعني.
هسه اذا بتلاحظوا، خلينا نكبر الـ PDF. عندي مثلا هذا الشاحط بمد مع الصب الارضي تبعت الطابق الارضي او البلاط الارضي. هسه هاي المسافه كتش تاخذها، اذا بتذكر احنا كلنا راح نقص، يعني احنا فعليا مش ماخذين هاي المسافه اللي هي 18.3، بعرفش اذا شايفينها، هيها اللي هي هذه المسافه العرض كامل، مش راح تطلع كامله لانه احنا اصلا قصينا في السكشن، يعني ما اخذناش العرض كامل. فانا مثلا وعشان يظبط على السكيل تبعنا ويكفي الاطار، يعني ممكن اذا بتاخذ 18.3 الرسمه تطلع عن الاطار، يعني هذا البعد يصير هيك عندك يطلع عن الاطار وعن السكيل المستخدم، يعني ممكن ال 18.3 هيك تكون. فهي المسافه اللي عندنا تقريبا من هين لهين تطلع 16، يعني اذا بتستعملها 16 متر الاطار راح يكفي والسكيل راح يكون صحيح عندك. طبعا ليش هيك؟ معماري هيك بده، يعني المعماري بدوش يبين كل شيء وبده يعمل على سكيل 1:50. هسه اذا بده يبين العرض كامل شو لازم يعمل؟ يحط سكيل اصغر، يعني يعمل 1:100، 1:150، وقتها بجوز تكفي. اما على سكيل 51 يعني اكثر من 16 بتقدرش. ف هنا انا مثلا قديش اعمل انا بعرف صراحه عملته عشوائي، هسه بدي اقيسه. هاي دايمنشن نشوف قديش انا عامل. هاي من هين خلينا ناخذ اللينير احسن، من هين لهين 15 متر ممتاز، لسه في مع مجال متر. اصلا هسه بدي شو بدي اعمل اصلا؟ بدي ارسم بسطه، يعني انا اللي راسمه صح. فلو نروح على الجهه اليمين في عندي طبعا البسطه، ما هي البسطه بتيجي وين؟ على داير المبنى. فعندي هاي البسطه متر هين وبسطه متر هين، فباجي شو بعمل؟ باجي على الاوتوكاد خلينا اول شيء نسكر هين هاي البسطه، بعملها كوبي مثلا او هاي كوبي. لاحظوا بمشي عمودي عشان اضل على نفس المنسوب، هي بتيجي هين. وهنا شوفي عندي الجدار الجهه اليمنى تبع البيت، هي الجدار تمام. نيجي بنعمل هسه اكستند لشو الصبه، يعني هنا نختار هذا الخط، هذا كله بمد. وعندنا هنا نفس الشيء، طبعا السطح اذا بتلاحظوا ما مديت طبقه البلاط، يعني السطح في العادي ملوش بلاط، يعني بكون ارضيته نفسها ارضيه البطون، فعملت بس اكستند للبطون المسلح ما عملتش للبلاط. اما هنا انا عندي لسه طابق داخلي يعني، فعملت اكستند للبلاط كمان تمام. نرجع للسكشن، عندي شوفي كمان عندي اللي هو سمكه البارتشنز اللي على اليمين 20 سنتي اللي هو هذا. هسه انا وين موجود؟ هين هين غرفه التدريس 3 اذا شايفين هاي. كرر انا موجود هين، فعندي سكشن مارك عن الجدار اللي شايفينه اللي هو 20 سنتي اوفسيت. بس ثواني انا بعمل ترم. ليش؟ هنا هذا الاليفيشن بس لبيت الدرج، اما هو منسوب الطابق الارضي ببلش من هين. فهنا في العاده شو بيعملوا عشان يغطوا فرقيه الارتفاع؟ بحطوا طمم او تراب يعني. فيعني انا الصبه الارضيه ما بتمد من هيك، يعني ما بتمشي هيك من هين،
تطلع وبتمشي على منسوب الطابق الأرضي. عشان هيك أنا شو عملت في الأوتوكاد؟ قصيت يعني هنا، يعني هذا كله راح الفراغ راح يكون عبارة عن شو؟ عن تراب. تمام. عشان هيك المناسيب تبعت بيت الدرج أو البسطة هاي وهاي البسطة والطابق الأرضي أو عفوا الأرض الطبيعية بالسالب، لأنه هنا الصفر عندنا اللي هو أرضية الطابق الأرضي. تمام. هسا خلينا نمشي على السيكشن. خلينا نبلش من جنب بيت الدرج. هاي تصغر. هسا أنا عندي السيكشن بيت الدرج رسمناه جاهز. نمشي. بس بدنا ناخذ التفصيل الموجودة هين بس، بعدين نعمل سيكشن إنه بلزمش غير هيك، زي ما هو معمول هين. يعني هذا السيكشن إنه خلص يعني يتبع إنه ما بلزم أكثر من هيك. تمام. فعندي هين شو بشوف؟ أنا هسا هيك بتطلع، أنا بتطلع هيك على اليمين، شو بشوف بعد بيت الدرج؟ راح أشوف هذا الباب، راح أشوف الحز تبعه اللي هو متر، عفوا 10 سنتي، خلينا نقول طبعا هي جزء أكثر، بس إحنا بنفرضها مثلا 10 سنتي، بعدين بشوف الباب اللي هو فتحته متر و7. فأنا هين باجي بعمل أوفسيت. وباجي برسم الباب اللي هو متر و7 هي اوفسيت. طبعا هذا كله ترم. قديش ارتفاع الباب؟ هسه ارتفاع الباب ببين عندي في السكشن، مش راح يبين عندي في البلان. قديش عندي؟ 225. أيوة 225. فأنا بروح برسم خط مساعد. هاي أوفسيت. هذا بنعمل ترم. طبعا هذا اللي فوق اللي هو الجدار نفسه، البارتيشن اللي بيكون في الدار جوا. هسا نيجي على اليمين. هنا خلص هسا هدول مثلا هنا لاحظوا في عندي كسره، يعني الاصل باين عندي خط في السكشن، وهنا هذا لازم باين عندي خط، هنا لازم باين عندي فتحه، هنا خط. هذول بدنا نتجاهل يعني بدناش نشوفه. بدنا نيجي هنا على اليمين. في عندي غرفه تدريس قديش عرضها؟ 3.8، وعندي سماكه الجدار تبعها اللي هو 1 بالعشرة اللي هي الطوب. طبعا مش راح يبين عندي هذا، راح يبين عندي هذا اللي هو حز الباب. فأنا باجي بعمل أوفسيت 3.8 وأوفسيت 1 بالعشرة. هاي ترم. هذه هي الغرفة اللي عندي. تمام. طبعا هذا كله بطون مسلح يعني الباب تفتح، يعني هذه الطبقة اللي تحت هذه كلها بطون، يعني هذه بتمشي هيك بطون مسلح بطون مسلح. وين كمان لازم افتح اعمل تريم. يعني هذه الطبقة اللي تحت كلها بطون مسلح اللي هي الصب الأرضية. بيضل علينا اخر شيء اللي هو البرابت. البرابت هذا هسه اذا بنطلع على البلان هي السكشن. فانا شو راح اشوف؟ راح اشوف البرابت لهي الجزئيه. بما اني بطلع على اليمين راح اشوف البرابت لهي الجزئيه. بعدين بصير عندي كسره اللي هي هذا الخط. هذا بعدين شو بصير اشوف؟ البرابيت اللي ضلت هين لحتى اوصل لشو؟ بيت الدرج. يعني هذا كله برابيت راح يكون. تمام.
فأنا هنا هسه شو عندي؟ طبعا هنا لاحظوا حتى في كسرات ثانية للبرابيت، بس أنا أصلا بما إني هنا عملت إسكيب يعني بعدت عنهن مش راح أهتم فيهن. واللي هو الأصل كمان في لاحظوا البرابيت عندي كسرة ثانية هنا بتيجي وكسرة ثانية هيك. فأنا بس راح أهتم اللي موجودة هنا عند اللي هنا بين هذا الجدار وهذا الجدار بس، لأنه هنا أنا أصلا عملت إسكيب. طيب نيجي هنا، قديش عندي طول البرابيت؟ هي مش مبينة عندكم. هنا في على اليمين، في على اليمين دايمنشن زي هدول ببين طول هذا طول هذا الجدار. هسه هي مش مبينة عندكم، خلص مش مشكلة بعطيكم اياها. بس هنا يعني المبدأ تبعها انه من الدايمنشن. عندي هنا متر وتسعة طول هذا الجدار، متر وتسعة موجود في الدايمنشن على اليمين، متر وتسعة، وعندي 20 سنتي السماكة، فبيطلع معي مترين وعشرة. يعني هاي الكسرة هادي عند النقطة 28 بين 29 و 28 مترين وعشرة. طبعا قبل ما نرسم برابط كتش عندنا الارتفاعات زي ما اخذنا قبل، عندنا نص متر اللي هو هذا الاليفيشن، ونص متر زيادة هذا الاليفيشن، يعني هذا متر وهذا نص متر عن السطح. فبعمل اوفسيت نص متر، حكينا قديش من اللي بعيد اوفسيت مترين. خلينا نرسمها خط مساعد احسن، هي من هين بعدين اذا بنرجع على السكشن، الواجهه الثانيه اللي هي هاي اللي بتتكمل فيها البرابيت فيها الكسره هاي تبعت اللي عملها المعماري، يعني اللي هي الكسره. فانا مش هسه هي رسمتها، بعمل نص متر وبنزل نص متر وبمشي نص متر زي ما اخذنا. انا هسه وين موجود عندي الحز، شو بعمل؟ اوفسيت لاين عفوا هيك ببين اللي هو البرابيت اللي عندي. طبعا بنعمل تريم دائما الباطون المسلح بدخل في الطوب في التحشي في السكشن. يعني هيك السكشن صراحة يعني ما ضلش فيه شيء جاهز. وما تنسوا الخط اللي هو اللي بدل عن شو على الاسكيب، انه يعني هذا مش العرض كامل، هذا جزء من العرض اللي عملناه. هيك بيجي. نيجي هسه للاليفيشنز. طبعا ضروري نحط الاليفيشن في السكشن. هيدا بتلاحظوا كيف موزعات. والدايمنشن، خلينا نعمل الدايمنشن بالاول. هي موديفاي نفس الدايمنشن اللي استعملناه في الـ في الاليفيشنز، اسهم والسكيل جربوا يعني 0.05 بيطلع ممتاز حجمه. أنا مثلا هنا حاطين ارتفاع الطابق هاي 225، خلينا صغر عشان تشوفوا ليش بحط هذول الارتفاعات. ايوه عندنا هادي 225، بعدين عندي هذول تفصيلة الشباك هنا، نيجي هين هاي دايمنشن
مترو 15 بعدين كونتينيو اكمل مترو 4 مترو 3 23 سنتي الباطون واخر شيء البرابيت 20 سنتي. برضه هنا الباب اللي بيطلع على السطح معطيني ارتفاعه مترين وخمستاش. ارتفاع الطابق الفاضي هذا 3 متر. لعند الباب هنا التفصيلة هاي. عندي 15 البطون. بعدين بنعمل كونتينيو. عشرة سنتي اللي هي البلاط. الباب بعدين هنا الجدار اللي عندي. سبط السقف 25 ونص متر برابيت. النص متر الثاني البرابيت برضو. هيك يعني الأبعاد كلها موجودة. هسه الإليفيشنز يعني زي ما أخذته يعني زي ما أخذنا قبل. تعمل هيك مثلث صغير هذا الإشارة المنسوب. تكست. طبعا هسه هذا اول منسوب بدي احطه اللي هو منسوب الارض الطبيعيه سالب 1 و15. فهي سالب طبعا لازم صار غلط اكيد يعني هاي سكيل اي موف حتى لساته كبير شوي من صغره. وبمسك وبعمل كوبي وين ما بدي يعني وين انا بدي الفيشن بعمل كوبي اي بختاره وبختار المثلث بلزمني الليفيشن هاي البسطة بنقل عليها الليفيشن هاي البسطة يعني البسطات كلهن بلزم الليفيشن هاي هاي البسطة هاي السطح الليفيشن السطح عنا والبرابيت كمان عندي هنا السطح الدرج السطح البيت نفسه طبعا هذا السطح الأول اللي هو سطح البيت الدرج هاي سطح البيت البرابيت منسوبين تبعونها الأول والثاني منسوب الصفر اللي هو البلاط تبع الطابق الأرضي كمان وين في عندي منسوب إذا بتلاحظوا الشباك أنت شو ممكن تيجي تعمل هاي الحد السفلي هاي مثلا نعمل خط متر وبنعمل له أوفست كام متر أربعة وبنقل بعمل كوبي يعني هي هن جميع طبعا بتكملوا طبعا في البسطة كمان نسيت انقل البسطة هي كوبي ممكن تصوروا الخط بزيادة ترى يعني لاحظوا انا الخط لما استعملته بحيث يكفي شو اسمه السقف تبع بيت الدرج يعني هذا ممكن اعمل له سكيل يعني هيك معقول بتعمل ماتش بروبرتيز وبتنقلوه يعني لو صرتوا عاملين كوبي مش مشكلة يعني بتقدر تعمل ماتش بروبرتيز
وبتعدله على جميع القيم. يعني هنا مثلا تروح بتعمل إيديت بتحطه 85، هنا بتحطه عفوا هنا سالب متر سالب 85، هنا بتحطه صفر، تعرفوا كيف يعني، بس على الإيديت دبل كليك وبتغيروا الرقم. هسه بنيجي لموضوع التهشير. هنا لو بتلاحظوا على التصميم في امتداد للصب الارضيه، وهذا الامتداد بيحول التراب اللي يعني التراب اللي حطوه عشان يعمل الفرق الاليفيشن هذا جاي بين الصب الارضي عشان يمسك يعني. فانا ممكن هنا شو اجي اعمل، ممكن اجي اعمل هيك خط متر باثنين بالعشره واسكر اترم برضه هي نفس الاشي يعني بزياده متر. طبعا عشوائي انت ممكن تحط اكثر من متر زي ما بدك يعني، الاشي اللي يحول التراب بس هيك، وبرسم هيك بشكل عشوائي اللي هو هاي بولي لاين يعني هيك. ممكن مثلا يعني الاشي اللي تقول طبعا هسه لما بعمل هاتش بعمل هاتش للي تحت، انه يعني هنا في عندي سويد. نيجي للتهشير، خلينا اول شيء نبلش في السويد التراب اللي عندنا. هاي هاتش تهشير الرمل اللي هو هذا، هيو ايرث، حتى اسمه ايرث يعني تراب ارض. بس هو لما تخلوا الزاويه 90، لاحظوا كيف برسمها، برسم الخطوط متعامدات. شوف انا كيف عندي خطوط ميلات، فانا شو بروح بعمل، بختارها مثلا بحط مثلا الزاويه 45، السكيل مثلا جرب 0.01، خلينا نصغره بزياده 0.001 تمام. نجرب نرسم بما انه ببينش معناته السكيل لسه صغير او صغير كثير يعني. نختار لا هيك مش مبين، هيك غلط، ايوه يعني 0.09 منيحه. شوفوا كيف عمل الخطوط بزاويه 45، ليش؟ لاني هنا حطيت 45 انجل 45، واللي هو في الاصل بيعملها عمودي زي ما هو في الرسم هنا بيجي المتعامدات. نيجي لثاني شغلة اللي هو الباطون المسلح. طبعا بتعرفوا الباطون المسلح اللي هو الشبكة، هنا اصلا الزاوية مش راح تفرق معي خلوها صفر. الباطون المسلح اي بوينت، نجرب سكيل 0.03، هنا غلط عملت، هنا عندنا طوب، حتى هنا اصلا عندنا باب، يعني هنا راح يكون في عندي باب مش راح اعمل له تهشير اذا بتتذكروا. هنا في عندي باب ففيش تهشير، تمام؟ نعمل التهشير للصبه. اي بطون. بكمل. هذا كله بطون، وين كمان عندي السقف. طبعا هذا لازم اعمل له تهشير، هذا الدرج هذا. هذا الدرج ما بعمل له تهشير لانه ما مر في القطع، هو بطون يعني، هذا الدرج المادي تبعته بطون، بس بما انه ما مر في القطع هيو هذا هو الدرج اللي هين هذا اللي على اليمين، بما انه القطع جاي على الشمال بعملوش تهشير فبخليه فاضي. بكمل، عندنا صبت السقف تبعت بيت الدرج هيك جاهز، ما ضلش عندنا بطون. نيجي هسه لشو، للطوب، جدران الطوب اللي هو الخطين المتوازيين هيو برضه 0.03، نرسمه هيك
كمان نفس الشيء. هذه وجد هذه بتذكروها طوب من هالشرها ولا لا؟ هذا أرجيكم الصورة. هيا اللي هي هذه. هاي الخط وهيها هذا البروز هي الواجهة الطوب. تتهشر ولا لا؟ أكيد لا، لأنه الخط مش قاطعها. فبخليها بس بخليها فاضية هيك بدون تهشير. هيك يعني الرسمة جاهزة ما ضلش فيها أي شيء. خلينا نطلع هسه بضل علينا شو الإطار. عنا السكيل 1:50، شو أبعد الإطار راح تكون؟ لو نيجي نحسبها 4×50 20 متر. لاحظوا كيف أبعد الإطار صغير، عشان هيك بقول لكم، عشان هيك هو أخذ هذا الإشي خط الوصل يعني خط الإسكيب هذا، لأنه إذا بده يحط ال 18.3 راح يلزم سكيل أصغر. وعندنا 25×50 12.5، 20×12.5 مثلا ممكن تعملوا هيك. هسه هنا انا حسيت هنا صغير اذا باخذ فعملت المعلومات فوق. انتوا زي ما كيف بيطلع معكم اعملوا، يعني لاحظوا كيف هاي فوق. فيا جماعه بجوز الشغله راح تتغلبوا فيها راح تنسوها، لي هاي هاي تذكروا هنا مترين وعشرة بس، يعني هاي راح تغلبكم لأن الصورة اللي أنا مصورها برد أصورها آخر مرة مش مشكلة. ليه الحد؟ نيجي بشكل سريع للمعلومات. عندنا أول شيء اسم الرسم السكشن AA. طبعا ليش AA؟ إذا بتتذكروا لما شفنا الصور على البلان كان اسمه AA، وزي ما قلت لكم في العادي بكون عندي سكشنين، يعني في أخرى سكشن BB بكون في الاتجاه الثاني. هنا فيش اختلاف زي ما بتعرفوا، أهم شيء السكيل، اسمك وشعبتك، وهذه أهم شيء. هذه كثير كثير في الرسم الثانية نسيوها، اللي هي نزلت علاماتها اليوم كثير بنسوها. تمام عبد الله خلصنا، مش مشكلة عبد الرحمن ولا يهمك، يعطيك العافية. فهي ما تنسوها اللجان ضرورية. عندنا شو عندنا التهشير؟ عندنا رينفورس كونكريت الشبك بلوك خطين والسويل. وشغله ثانيه دائما اتاكد منها، لاحظوا بس كثير منكم تمام بيعمل تهشير وكل شيء ممتاز، بس شو بلاحظ لما يسلم لها الرسمه بقرب التهشير بصير سوليد، يعني بصير مش مبين، يعني هذا الشبك ببينش عندي، هذول الخطوط ببينش عندي. هذا ليش طبعا شو سببه؟ بكون مستعمل سكيل صغير. دائما يا جماعه قبل ما تسلموا انتوا افتحوا البي دي اف وشوفوا كيف، يعني لاحظوا هاي اللي بعمل زوم ببين كل شيء عندي مرتب، يعني ببين بالذات لما يعمل اخرى الليجند. هذا بصير اشوفه سوليد، يعني بشوفوش من شبكه، بشوفه هيك لون اسود وهذا لون اسود. فانتبهوا للسكيل دائما. فانتوا يعني قبل ما تسلموا تاكدوا ان السكيل تمام على البي دي اف، فيش فيه مشكله. تمام هيك جاهز الرسمي، يعني هيك كل شيء بخص السكشن جاهز. حد عنده اي سؤال يا جماعه؟ يعطيك العافية. الله يعافيك دكتور، الله يعافيك يا رب. مهندس شعبان يعطيك العافية. الله يعافيك.
دكتورك سمعني شوي بس.